بس انت وحشاني قوي يا حبيبتي. بصراحه بقى انا مش عارف ايه لازمتها انك تسيبي الفيلا. وانت كمان وحشني يا حبيبي، بس كده احسن صدقني. صاحبك اليومين دول عينه هتبقى علينا. هو لسه ليه عين يبص بيها بعد اللي بص عليه وسرقه؟ لا يا بيبي، مش ابنه حبيبي، من حقه يدور عليه طبعا. يبقى يقابلني. حط نفسك مكانه حبيبي. اكيد هيسال انا فين من ده كله وازاي سايباك بتعمل فيه كده، صح ولا لا؟ صح يا ست ستات. لما يعرف بقى ان انا مسافره هيتاكد وقتها ان انا معرفش حاجه عن الموضوع، وبعدين هيخاف بقى ويبقى قلقان انت هتعمل فيه ايه. بس ده غريب جدا يعني، لا حس ولا خبر، هو مش فارق معاه ابنه ولا ايه؟ بيتقل يا حبيبي، بس انت لازم تبقى اتقل منه يا بيبي، مش كده؟ كده حبيبتي، بس انا عايزك تخلي بالك من الواد، واوعي يوصل له يا فريال. عيب، هو اللي راح منك قليل يا كومي ولا ايه؟ انا عايزك تطمن خالص. بص يا باشمهندسة، احنا هنا في الشركة واقعين في مشكلة كبيرة جدا، سببها المكالمة اللي اتسربت واتذاعت، وطبعا انت عارفاها. سمعت عنها، بس الحقيقة انا مش مهتمة بالموضوع قوي. الخط اللي اتسجلت من عليه المكالمة من عندنا، والمشكلة الأكبر إن الخط ده برايفت، وأنت فاهمة خصوصية النوعية دي من الخطوط. يا فندم أنا فاهمة، بس أنا شغلي في المحطات ملوش أي علاقة بالخطوط. أنا عارف ده كويس أوي، بس في أكتر من زميل ليكي شهدوا بإنك كنت متواجدة في غرفة التحكم أكتر من مرة وبدون أي أسباب، وزي ما أنا عارف إن أنت مهندسة محطات، أنت كمان عارفة إن شغلك ملوش أدنى علاقة خالص بغرف التحكم، مش كده ولا إيه؟ هو أنا مش فاهمة، وحضرتك تقصد تتهمني بحاجة معينة؟ يا بنتي الموضوع مش بسيط زي ما أنت متصورة، لأ. وعشان أكون واضح وأمين معاكي، في أكتر من جهة من خارج الشركة ممكن يستدعوكي في أي وقت في الأيام اللي جاية. يستدعوني أنا؟ ليه؟ علشان يسألوكي عن علاقتك بالموضوع. يا فندم أنا ماليش أي علاقة بالموضوع، وبعدين إذا كنت موجودة هناك شافوني حد مرة ولا اتنين فده عادي، أنا بصبح على زمايلي، هل في حد شافني بعمل حاجة غير كده؟ الحقيقة أنا آسف يا ربا يا بنتي، واعتمدي نفسك في أجازة الأيام اللي جاية لحين الانتهاء من التحقيق. علي ايوه يا ام، مالك يا ولدي شردك دي؟ كيف اللي شايل حمل جبل بحاله على دماغه؟ مشاكل في الشغل يا ام. علي ما رحتش لحماك ليه يحلها لك؟ انت مش بتقول انه قادر وايده طايره؟ ما يحلها لك يا ولدي. امال هم سموه حمل ايه؟ مش عشان يحمي؟ انت عارفه ولدك يا ام، لا يحب يطلب من حد حاجه ولا يبقى له عند حد مصلحه. باي، اوعى تكون يا ولدي زعلت بنته وغضبته عليك. لا، يبقى انت اللي زعلان يا علي. مالك يا ولدي؟ فيك ايه يا دمار؟ مخنوق يا ام، مرتاحش، حاسس اني اتسرعت في الجوازه دي. ليه يا ولدي؟ هي عصيانك؟ مش كده يا ام، ما فهمنيش ولا فاهمه طريقتي. دايما بتحاول تعمل اللي يرضيني بس بطريقتها، فبتطلع ماسخه وعفشه قوي. خلاص فاهمها طبعك تاني يا ولدي. حاولت تاني وتالت يوم بس ما فيش فايده، ما بتفهمش. يبقى مفهمها يا ولدي. بقول لك ايه يا ولدي، ما يكيدش المره الا المره اللي زيي، هتلاقيها ضره. ايه؟ هتلاقيها ضره، وساعتها هتفهم اللي هتقوله من قبل ما هتقوله لها. ضره؟ هشوف يوم، هشوف. طب انت ما سبقش كان في خلاف بينك وبين الكومي؟ يعني انت تفتكر ان انا اللي عملت كده يا بوبو؟ ما اقصدش يا جمال، انا كل الحكايه بتكلم معاك بفكر معاك بصوت عالي. الكومي ملوش عندي اي مصلحه لا بخير ولا بشر، في حد عمال بيستعمله عشان يوقفني. مين بقى؟ ما نعرفش، هو ماشي زي الحمار ومصدقه. اي حد مكانه لازم يصدق. استنى، ممكن يكون اللي عامل الفيلم ده كله ابو العزم. لا، دي مش طريقته. اللي عمل كده حد قريب منه. اشمعنى؟ انا هقول لك، الحكايه دي لحد كتب عنها ولا حد سمع بيها، عشان لو حصل كانت تبقى فضيحه جامده. فضيحه ليه؟ ما هي فلوسه بالظبط.
عشان كده الكومي شكله كان بيهرب الفلوس دي في الدرة. مين بقى في الناس اللي حواليه القريبين اللي عارف معاد الحكاية وعارف خط سيرها كمان؟ نحصرهم نفر نفر. أكيد هتلاقيهم حد منهم. هالبركة. الواد اللي قال عليه سواق العربية عايزة تجيب لي قراره، وكمان في ريال مرات الكومي اللي هي لا مؤاخذة تبقى أم سليم؟ أيوة يا سيدي. هي معقول تعمل حاجة زي كده وتاخد ابنها في الرجلين؟ تعمل أكتر من كده كمان، مفيش حد يعرفها قدي. تحب تتعشى حاجة معينة أعملها لك يا ألبير؟ ميرسي يا أبويا، ما تتعبش نفسك، أنا هطلب أي حاجة. يا ابني كفاية مصاريف، أنت من ساعة ما جيت قاعد تصرف فلوسك شمال ويمين. إيه ده؟ ثانية واحدة يا أبويا. إيه في إيه؟ تعالى بص. شايف بص ناحية إيه؟ باب الخروج. بص بقى الصورة التانية. اللي بيخرج دوت مش في الفيديو الأولاني. يا ابني يا ابني اعمل معروف. انت ليه مصر تضغط على نفسك طول الوقت؟ بابا ارجوك ركز معايا، مين بيخرج في الوقت دوت من الصاله؟ الاتنين بصوا لبعض وخرجوا. الحكايه واضحه زي الشمس. الحكايه واضحه في دماغك انت بس، انما في ناس تانيه كتير مش واضحه بالنسبه لهم. الناس دول شغلتهم يدوروا على الفاعل الحقيقي ويلاقوه. وافرض الناس ديت مش عاوزه ولا فارقه معاهم ولا في دماغهم، نسكت احنا ونحط ايدينا على خدنا؟ طوبى لكم اذا اضطهدوكم وعذبوكم من اجل اسمي، لان اجركم عظيم في السماوات. يا ابني يا ابني حط كلام يسوع المسيح جوه قلبك وانت ترتاح وتهدى. مش ههدى ولا ارتاح وانا شايف حاجه مش مصدقها. الموضوع ده مش هيخلص على كده. ايه وانت عندك شغل كتير بكره؟ لا والله لسه مش عارفه، هشوف كده. خلاص ماشي. خلاص ماشي يا ربع، عايزه حاجه؟ اكلمك بكره. يلا سلام. باي باي. دخلت ابنك في الحكايه كده؟ عندك حل تاني؟ ما فكرتش، بس يعني اخر حاجه كانت تيجي على بالي انك تعملي كده. وانا كنت عملت ايه؟ خدته رميته في النار؟ اهو قاعد عند امي لحد ما صاحبك يتصرف. ايوه بس هيتصرف في ايه؟ ده احنا دفنينه سوا، هجيب لك كم فلوس منين؟ مش قصتنا يا حبيبي، وبعدين طول ما هو عايز ابني هيضرب الارض تطلع فلوس. وافرضي ما حصلش؟ الكومي مش هيسيب. مش خايفه الكومي يضغط بابنك عليه اكتر؟ هيضغط عليه ازاي يعني؟ هيموته؟ الكومي قلبه خفيف، مش بتاع الكلام ده. مش متصور ان قلبك كده بصراحه. لو كنت شفت اللي انا شفته من وجهه نظري كنت هتعرف. هتعرف ان دي خبطه العمر اللي تقوي قلبك. خبطه العمر ليك انت اه. وليك انت كمان. ما قلناش حاجه. بس خبطه زي دي على دماغ جمال هتعفرته ومش هتخليه يهدى الا لما يجيب قرارها. جرئيه لولي. انت ناوي تنخ ولا ايه يا حبيبي؟ شايفه ايه؟ شايفه ان انا ضمنك اكتر من روحي، يبقى القلق من مين؟ بدير عليك نور. هو ده اللي لازم نبعد عليه عشان ما يتهزش لا كده ولا كده. يبقى صح كده. سليم يا واد يا سليم، واد يا سليم. الله، ما انت صاحي اهو زي القرد، مرة ما بتردش عليا ليه؟ أنا جبت الفطار هروح أحضرهولك. معقولة يا لولا؟ هانت عليكي العشرة؟ ده أنا لما قالوا لي ما صدقتش. ما تصدقيش ليه؟ ولا كنت فاكره اني لما هسيب هنا مش هشتغل تاني؟ ده كلام برضه. لو انتي ما اشتغلتيش مين اللي يشتغل يا ليلى؟ عموما انا جايه الم بقيه حاجتي وورقي. ورق ايه وحاجه ايه بس؟ ايه العبط اللي انتي فيه ده؟ يعني عشان خلاف بسيط حصل ما بيننا تقومي تسيبينا وتمشي كده على طول؟ حضرتك بتسمي اللي حصل بيننا خلاف؟ غلط غلط يا ستي، وانا اللي اتسببت فيه. عادي بتحصل.
بتحصل مع اكبر المذيعين في العالم، وانت ست اللي عارفين. بصراحه كده مش فاهمه كلامك ده معناه ايه. معناه اني بعتذر لك يا ليلى، انا كان عليا ضغوط، مسرنا يوم نقعد مع بعض واشرحها لك، ومعناه كمان ان انا بجدد لك عقدي باتفاق جديد وبالشروط اللي انت عايزاها. المهم ما تسيبناش وتمشي. بصراحه انا مش متعوده عليك كده خالص. عشان ما اديتيش فرصه لنفسك ان انت تعرفيني كويس. عموما فكري في الكلام اللي انا قلته لك، المحطه دي بدات بيكي ولازم تستمر بيكي. سلم عقدته كلها يا فندم. ماشي، طب روح انت دلوقتي. اقعد يا شيخ نوح. ما تزعلش مني يا شيخ نوح، بس انت عارف اللي حصل ده كان ممكن يعمل فينا ايه. ربنا ما يجيب زعل يا باشا. حط نفسك مكاني، لما تبقى عقود ممضيه منك وانت مسجون عندي هنا يبقى لازم رجلي تتجاب. وجات لا سمح الله. ما هو مش بعد العمر ده كله اتاخد في رجلين يا نوح. يبقى كان لازمته ايه يا باشا بقى التضييق والخنيقه اللي عليا دي؟ ايه يعني كانت ناقصه؟ العيار اللي ما بيصيبش بيدوش، وانا كان لازم اشد عليك كده عشان اصرف اي نظر عني. مفهوم مفهوم يا باشا. مبروك عليك الافراج. معلش يا زين بيه، الخدمه النهارده مش 5 ستار. كفايه ان سعاده السفير بنفسه هو اللي مجهزه. اتفضل. الحقيقه الناس اللي هنا بياخدوا اجازات خميس وجمعه علشان يسافروا بلادهم ويشوفوا اهاليهم، وانا بفضل لوحدي هنا زي ما سعادتك شايف. قليل قوي لما بستقبل اي ضيوف. انا فاهم الوضع طبعا. لما ليلى اتصلت بيه وقالت لي انك عايز تقابلني، ما خبيش عليك، انا كنت رافض افتح الموضوع تاني، خصوصا بعد نفي اي صله لعماد بالقضيه. عماد؟ اللي هو جمال يعني. لما اكدت لي ان الموضوع ده مهم قوي بالنسبه لك، انا ما رفضتش طلبها وانا تحت امرك. سعاده السفير، اللي عرفته ان علاقتك بجمال او عماد ايا كانت بدات بعد اللي حصل معاك في العراق. ايوه مظبوط. قبلها جمال كان هناك، قضى حوالي 6 شهور ما حدش يعرف هو كان بيعمل ايه او ايه النشاط اللي كان بيمارسه بالظبط. يمكن. لا ده اكيد. التحريات اللي بشرتها بنفسي بينت، بس اللي ما بينتوش هو العلاقه ما بين سفير مصري بيشتغل في الخارجيه بيتعرض لحادث اختطاف، وما بين شخص بينفذ عمليه انقاذ. الشخص ده ساب الخدمه من كذا سنه، يعني ملوش علاقه باي جهاز رسمي. طيب وما حدش يعرف كان بياخد تعليماته من مين بالظبط. سعادتك تسمي ده ايه؟ انا اسميه انك كتب لي عمر جديد. سعاده السفير زين بيه. زين بيه، لو انت تعرضت للي انا تعرضت له ما كنتش فكرت تسالني الاسئله دي ولا تخطر على بالك. وبعدين شخص مجهول الهويه زي ما بتقول يجي وينقذني، الذمه انا يفرق معايا ايه هو مين ولا جاي تبع ايه؟ ايوه بس سعاده السفير علاقتكم استمرت بعد كده. يعني كنوع من رد الجميل لو محتاج مني اي خدمه. سعادتك جاي هنا عايز تعرف مين جمال الجبالي، وفاهم ان الاجابه عن السؤال ده عندي انا. ولو جزء صغير. عشان تجمع بقيه الاجزاء بعد كده، مش كده؟ لعبه لطيفه، بس ساعات بيسموها لعبه الموت لانها خطر، ومش المفروض اي حد يجربها. انا ما اعرفش مين هو جمال الجبالي، بس اللي اعرفه ومتاكد منه ان مش على طول الحقائق متاحه، ويمكن ده افضل للجميع انها تفضل كده. والله يا باشا اول ما عرفت الخبر ما صدقتش. لا اله الا الله، واحنا كنا بنسمع الامراض دي في جدودنا ولا في اهالينا؟ بس تقول ايه بقى، كله من الاكل والميه. رغم يعني ان اللي زينا بنشرب احسن شرب وبناكل انضف اكل، لكن تقول ايه بقى. الله يكون في عون الغلابه يا باشا. الحمد لله على كل حال يا كومي. وناوي تعمل ايه بقى؟ هسافر لندن اقعد فتره. احسن برضو احسن، اهو هناك على الاقل متقدمين قوي في علاج البلاوي السودا دي، ولو ان يعني ملاش علاج، لكن خير برضو خير خير. ما
ميرسي يا كومي. لا شكر على واجب يا باشا، لا شكر على واجب. وهو كلنا معرضين البلاوي السودا دي، واحد بتجيله في صحته والتاني تجيله في ماله، بس يعني المال برضه بيتعوض، خصوصا لما الواحد بيبقى عارف هيرجعه من مين وازاي ولا ايه يخلف بيه. ربنا معاك يا كومي. تأكدي على مين يا ست الكل؟ أنا عاوزك من الناحية دي تطمني خالص. الواد لها في الخمسين ألف بتوعه وهج برا مصر. متأكد؟ الواد جاحد، عينه على القرش وبيع أبوه عشان المصلحة. ما تفرق ليش؟ أهم حاجة عندي إن أنا مش عايزة أي قلق ولا شوشرة من أي ناحية بدير. هو مش قلق، هو سؤال. جمال الجبالي هيدبر الدنيا إزاي؟ اللي اتاخد بالشوية. ومين قالك إنه هيدبر؟ يعني كومي اتسرق في المولد وهيرجع بلدهم؟ اتسرق في المولد اه، بس هيرجع واخد دوره. تقصدي يا ابني؟ زي ما فريال بتقولك كده بالظبط، هيروح ويلف وهيرجع من غير رجع، وساعتها بقى هيقولك شوف لي اللي يخلص. يخلص؟ وماله؟ وهتبقى بردت النار وخلصتنا من القرف ده كله. وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا شيخ نور، اتفضل. كفارة يا راجل. الله يكفر عنك يا سيدي. الشيخ نور شريك الكومي بيه في عملية ال يلا الله يجازي ولاد الحرام اللي فضحوني. أهلا وسهلا. مادام فريال قصير حرم الكومي بيه. أه طبعا لازم تبقى حرم الكومي بيه. ما هو الكومي بيه على طول كسبان في البيزنس، كسبان وفي الجواز طبعا كسبان. الله، ايه يا عمنا؟ هنقر ولا ايه؟ اعوذ بالله، احنا بس بنقبضه، بنتمنى زي اللي عنده من غير ما يزول عنه. فرصة سعيدة يا شيخ نوح. وهتبقى اسعد لو اتكررت يا فريال هنا. هيحصل ان شاء الله. الله اكبر، تبارك اهمد بقى يا واد، بلاش خايله كداب، اقعد مكانك. طب اطلع العب بره شويه. تلعب ايه لعبه عليك نفسك؟ انت عايز امك تقطعني يا واد ولا ايه؟ تعالى هنا. رايح فين؟ اقعد هنا، مالكش دعوه بالباب خالص، اقعد هنا. اشوف مين؟ جمال؟ سليم ابني فين؟ بابي. بعد شنطتك. يجيب شنطته ده ايه؟ لا سليم مش هيتحرك من هنا والا اصابك وارم عليك الدنيا. اوعى تفتحي بقك. انت عارفه لما بتركبني الجنونه ببقى غبي، فاكره ولا لا؟ فاكره يا اخويا فاكره. خلاص اهدي كده. فريال قالت لك ايه؟ هي اول ما عرفت ان انت هتخرج براءه يعني قالت لي انها خايفه منك تاخد منها الوقت. اصلها بتموت فيه، ما بتنامش بالليل غير وهي في حضنها، مش كده؟ وانا مالي يا اخويا؟ انا بقول لك اللي هي قالته لي. وجابته لك هنا عشان تخبي مني، صح؟ صح يا اخويا. مش عيب لما تبقى ست كبيره ويضحك عليكي؟ الواد الصغير اللي جوه ده ذنبه ايه؟ ما هو طلقك وهو اللي مرمطه يا حبيبي. ما تقوليش حبيبي. حاضر يا اخويا حاضر. اللي اتجوز بنتك لازم يطلقها. بنتك وجوزها خاطفين الواد ومخبينه عندك، يعني انت شركتهم. شركتهم ده ايه يا اخويا؟ انا ماليش دعوه. بقول لك ايه؟ خد ابنك ومع السلامه، انا مش ناقصه مشاكل. ايوه برافو عليكي، خليكي في نفسك. يلا يا سليم. سلم بقى على ستك عشان مش هتشوفها تاني. بويا نناة. نناة؟ هو انت عارف نناة اسمها ايه؟ نونو. نونو؟ نناة اسمها نعتمد. وبيسلمي لي على بنتك يا نعتمد. يا سلام، يعني انا اتخدت في الرجلين كده اوانطة؟ وكنا هنعمل ايه يعني؟ تعمل ايه في ايه يا بدر؟ ما انت عارف العمليه دي كان هيطلع لي فيها ايه؟ ده غير الصرف اللي اتصرف عليها، ولا انت نسيت؟ لا ما نسيتش. حاضر، اللي راح منك المره دي هعوضه لك المره الجايه يا مولانا. المره الجايه ايه؟ ما انت بتقول انهم واقفين له على الواحده، وفي حد هيقدر يشتغل مع الراجل ده تاني؟ امال لو عرفت الكبيره بقى اللي اتعملت معاه؟ هي لسه فيها كبيره؟ الكومي اتضرب في مبلغ ابن هرمة، نقلت فلوس بحالها راحت في غمضه عين. يا ساتر يا رب. لا الراجل ده مرصود كده يا متر. يا مدير
ايه الراجل اللي انت شغال معاه ده؟ هنعمل ايه يا مولانا؟ نصيبنا. وعرف اللي عملها؟ عرفه. طليق مراته. الراجل بتاع الكنيسة؟ اسم الله عليك. طب ما انت متابع اهو. طب مش يمكن يكون الراجل ده هو اللي عملها معانا احنا كمان؟ مادام عاشق قومي بيه كده وبيطرف الغرام. تصدقنا؟ اه صحيح. سيب لنا الحكاية دي وانا هجيب لك قرارها. يا باشا ما ينفعش، ما يبقاش الراجل نايم في بيتي وانا بضربه في ظهره. بصراحة معاك حق. أنا رأيي تروح تقول له إن أنت اللي سرقت فلوس الكومي، واللي بسببك برضه خطفوا ابنه. ساعتها هيحترمك قوي وهتكبر في نظره. سعادتك بتتريق بدل ما تشوف لي حل اللي أنا فيه. أنا كده مورط الراجل. هو أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ لو حابب تفتح على نفسك قوي كده نفتح لك إحنا. وأنت فاهم. سليمو! ايوه بقى! حمد لله على سلامة سليم يا جمال. الله يسلمك علي. انا هاخد سليم يريح في الاوضه. ليه ما قلتليش اللي حصل يا جمال؟ ما انا في حاجات كتير ما قلتلكش. اشمعنى دي يعني اللي فرقت معاك؟ لدرجة ان واحد زي بوبو تعرفه وانا لا. ده انت حتى ما قلتليش انك قاعد عنده. ومستغرب ليه اني قاعد عنده. هو احنا ليه بنبعد عن بعض يا جمال؟ ياه لسه فاكر تسأل السؤال ده؟ ما انا ما قلت لك. فكر نرجع سوا زي زمان. عيد حساباتك عشان ما نلاقيش كل واحد فينا في سكه. احسب الموضوع صح عشان ما يستفردوش بكل واحد فينا لوحده. بس انت خلاص عديت كل الكلام ده. وبصراحه علي ما بقتش فاهم. وانت خايف ولا راضي عن اللي انت فيه ولا هم مطمنينك بزياده ولا ايه بالظبط؟ ياه هو انت شايفني اكتر من نفسي؟ عشان طول عمرنا كنا كده. طول عمرنا كنا برايد بعض. بس انت اديتني ظهرك ومش شايفني وانا لسه شايفك. لدرجه كاني مش موجود خالص. انت فعلا مش موجود خالص. انت مش هنا علي. عشان كده لما بلاقي واحد زي بوبو قريب ليا من اخويا وصاحبي ما تبقاش تلوم عليا. فكر يا علي، لسه عندك فرصه تختار. انا خايفه قوي يا اشرف، خايفه الموضوع يكبر وتبقى مشكله. مفيش حاجه خلاص. قولي لي صحيح، انت عرفتي مين زمايلك اللي قالوا انهم شافوكي دول؟ لا، خفت اسال يحسوا ان انا مهتمه بالموضوع. يعني ايه يا بابا؟ ناس وبتقول عليكي كلام، مش تعرفي الناس دي بتقول كده ليه؟ وممكن يبقى الموضوع كله فاتي يعني. هو انت هتخوفني ليه؟ يا حبيبتي ابدا، انا بس بحاول ان احنا نبقى مأمنين نفسنا. طب خلاص، انا هحاول اسال من بعيد كده مين اللي قال انه شافني. ماشي، ولو جالك اي تليفون او اي استدعاء لازم تقولي لي فورا. فاهمة ولا لا؟ ايه ده؟ اشرف انت قاعد هنا؟ وما كلمتنيش ليه عشان اجي اقعد معاك؟ ولا انت معاك حد؟ معلش بس كنت مشغول شويه. منى ربع، ويا ترى بقى هي دي الشغل اللي واخدك مني يا اشرف؟ منى، وكل ما اكلمك تقولي مشغول ومش فاضي. عموما المكان هنا حلو قوي. انت بقى يا ترى بتقابل كل الناس هنا؟ ولو ان ذوقك يعني مش على نفس مستوى المكان. ربع ربع، ايه قله الادب والسفاله اللي انت فيها دي؟ عجبتك؟ انت اتجننتي بقى. وحياتك عندي انت لسه ما شفتش كمان. وانت عايزه ايه؟ عايزاك تشيل من دماغك خالص انك ممكن تعمل اي حاجه مش على مزاجي يا اشرف. العلاقه اللي بيني وبينك ما تسمح عليكيش انك تتعاملي معايا بالطريقه دي، انت فاهمه ولا لا؟ طب وموطي صوتك ليه؟ علي صوتك، خلي كل الناس تسمع ان احنا في ما بيننا علاقه يا اشرف.
خدوا يعني ايه؟ وانت كنت فين يا ماما؟ استغفر الله العظيم، عمري في حياتي ما اعتمدت عليكي في حاجه وعملتيها، منك لله يا شيخ. انت عايشه في النظافه دي كلها، سايبه ابنك قاعد عند امك ليه؟ جريفري، هو انت متخيله ان انا ما كنتش عارف اوصل لابني ولا اجيبه يعني؟ عايز ايه يا جمال؟ والله انا ما كنتش عايز حاجه غير ابني، بس بعد اللي عملتيه انت وجوزك انا عايز منكوا حاجات كتير قوي. انت اللي بدات واذيت الكومي، والكومي ناوي على الشر. ايه؟ ما كنتش عايزني اخد ابني وابعده عنكم؟ ابنك مش محتاج غير انه يبعد عنك انت وبس. عارفه ليه؟ عشان ما يكبرش شارب الشر اللي جواكي. وانت ايه؟ ملاك؟ الشر اللي انت بتتكلم عليه يا حبيبي ده انا اتعلمته على ايدك انت. لما كنت بقعد اقول لك الناس كلها بتكبر يا جمال واحنا واقفين محلك سر. اتحرك يا حبيبي. وانت تقول لي لا، احنا حياتنا كده وعيشتنا كده واحنا كويسين قوي كده. بذمتك احنا كنا كويسين؟ كان ممكن نبقى كويسين، بس مع واحدة غيرك. واحدة كانت بتفضل سهرانة طول الليل مستنيني أخرج يوم أجازتي من كلية الشرطة. واحدة لما طلبت إن أنا أتجوزها كانت طايرة من الفرحة. قالت لكل الناس إن هي هتتجوز ظابط. واحدة لما ركبت معايا أول عربية اشتريتها كانت شايفاها أحلى عربية. ويوم قلت لها اكتبها باسمك خافت. واحدة يوم ما اتضربت بالنار في عملية اتحايلت عليهم في المستشفى عشان تتبرع لي بدمها، وفضلت سهرانة جنبي أسبوع بحاله. الناس كلها كانت بتحسدني عليها لحد ما بدأت تطمع وتبص وتطلب. نسيت كل اللي حلمنا بيه وبصت بس للي هي عايزاه. عرفت ان احنا ممكن كنا نبقى كويسين. حتى لما طلبت الطلاق وافقتك، بس بشرط سليم يفضل معايا عشان كنت بحاول برضو نفضل كويسين. عشان كده بقولها لك يا فريال لاخر مره، فكري الف مره قبل ما تكرريها معايا. صرفت نظر عن السفريه يا زميلي؟ اه مش جايب همها. ليه كده يا صاحبي؟ ده انا قلت هتطلع وتشد اخوك وراك. وربنا ده اللي كان جوايا يا كوب، بس انت عارف الوقت طمع عايز 20 باكو عشان يسفرني. ليه يا عم؟ هجيبهم منين انا؟ طب وناوي تعمل ايه؟ خليني في البلد وهمشيها، هجيب لي توك توك ب 15 رايه وانزل عليه اي حد يشتغل عليه. توك توك؟ توك توك ايه يا عم؟ هز ويجيب رزق وهتمشي يا كوب، هتفرج وربنا وتبقى زي الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن حلال يا رؤى، ان لحقتك. انت هتسافر من غير ما تاخد الحاجة بتاعتك اللي عندي. حاجة اللي عندك يا عم؟ في ايه؟ انت مين اصلا؟ انت نسيتني ولا ايه؟ ولا اعرفك. انا جاي لك من طرف الراجل بتاع الفلوس. طب بقول لك يا زميل، املص انت كده وانا في مصلحة هخلصها واكلمك على طول. خلصنا يا زميلي. يا حاج، انت بتقول لي امانة ومصلحة وفي ايه يا عم؟ انا أول مرة أشوفك النهاردة. انا جاي لك من طرف زميلك، زميلك بتاع الامن اللي ضرب من يومين، وانت خدت الهبره في الاخر. هبره ايه يا عم؟ انت جاي تهرتل في الكلام ولا ايه؟ مراته خدت تعويض من الشركه، وبعدين لو بعتك بقى عشان تحكي في المحكي انا ما بياكلش معايا الكلام ده. طب بقول لك ايه؟ قول لي مين اللي مشغلك وانا اطلعك منها خالص. يا عم مين اللي مشغلني؟ انت هتلبسني قضيه ولا ايه؟ مين يا فاروق؟ يا عم وربنا ما حد مشغلني. بقول لك ايه؟ صاحب الفلوس نفسه انا قعدت معاه وقلت له انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. يعني ما قلتش جمال الجبالي؟ جمال، انت تعرف جمال الجبالي ده منين؟ ما انا جمال الجبالي. اه
ولا انك تيجي هنا وامرق ليك؟ يا دي انت كده هتضيعنا. ما قلت لك هربت منه يا استاذ بدير، يعني هو لو كان قاطرني لحد هنا كان هيسيبني اطلع كده عادي يعني. هو عرف سكتك ازاي؟ سومين اللي جابك هنا اهو. يا دي يخرب بيتك، انت المفروض انك سافرت. الراجل بتاع بسبوه الناس قلوبها اتملى غشع يا باشا، بعد ما طلب مني فلوس زود عليا فلوس كتيره تاني. ده عندها يالا. انت فاكر واد ابن امبارح زيك يجي يبتزني انا؟ ما تسماش كده. وبعدين هم 50,000 اللي خدتهم يعني عملوا ايه؟ راحوا يمين وراحوا شمال. وبعدين يا باشا العربيه كانت معكمه، معكمه قوي. الله، ده انت بتطمع بقى يا رؤى. لا لا لا، ما تسموش ولا طمع ولا اي حاجه. بس يا باشا الموضوع كله انا عايز 10 بواكي تانيين، وبعد كده هطلع خالص، ولو شفت وشي تاني هضربك بالنار. وماليش دية، واعتبره كلب وراح. ماشي، اخفى دلوقتي لغاية ما اكلمك بنفسي بكرة. أمانة يا باشا. أنت لسه واقف؟ قول قول، الله يخرب بيتك يا أخي قول. يا أستاذ، يا أستاذ ما ينفعش كده. يا أستاذ، يا أستاذ ما ينفعش كده. في إيه؟ هتفهم كل حاجة يا كومي دلوقتي. اتفضل أنت على مكتبك. اسمع، وبعدين هم 50,000 اللي خدتهم يعني عملوا ايه؟ راحوا يمين وراحوا شمال. وبعدين يا باشا العربيه كانت معكمه، معكمه قوي. الله، انت بتطمع بقى يا رؤى. لا لا لا، ما تسموش ولا طمع ولا اي حاجه. بس يا باشا الموضوع كله انا عايز 10 بواكي تانيين، وبعد كده هطلع خالص، ولو شفت وشي تاني هضربك بالنار. بدير؟ اه بدير. عرفت فلوسك فين يا كومي؟ انت ايه؟ سمعت عني كلمتين وصدقتهم من غير ما تفهم. جمال، انا مش قادر اصدق. بدير ده اخر حد انا ممكن اتخيل انه يعمل معايا كده. مش عشان فاكره مخلص وامين معايا، لا، لان لو هو فعلا اللي عمل كده يبقى انا في كارثه. اديك سمعت بنفسك كل حاجه. انت عارف ده معناه يا جمال؟ معناه ان انا مكشوف للناس كلها ومن زمان. كل شغلي مع بدير، وانا اللي فاكر نفسي متامن ومثبت في ورقي. يا ترى اكلني مين ولا مين قبل كده ابن الكلب؟ لو كل ده ما كنتش حاسس انه بيلعب بيكي وبالعيب مش عليا كومي. حط نفسك مكاني يا جمال. انا ما بحطش نفسي مكان حد واسيب مكاني لان اخسر كتير، زي ما حصل معاك كده مع الناس ضحكوا عليك. انا مش عارف اقول لك ايه. انا اسف. ما تقولش حاجه، بس المحامي بتاعك ده انا هعرف اتصرف معاه. سيبهولي يا ارجوك، هقرره واعرف لك كل الحقيقه واعرف لك مين وراها وهبلغك. ماشي يا كومي. يا عم جمال، يا عم جمال ابوس ايدك، انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه بالحرف الواحد. سيبوني امشي بقى. اخرس يالا، الزباله ده هيجيب لك فلوسك. على ده المليم يا باشا، بس ناقصين 5400 جنيه. والنبي يا باشا، انا مش وشي مرمطه ولا وشي سجون يا باشا. ابوس ايدك، سيبني امشي بقى. بره يا زباله. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك يا باشا. أنا رجعت ابني اللي خطفته وعرفتك فلوسك فين. كده أنت مديون لي بحاجتين، افتكرهم بقى كويس عشان ما بنساش حقي يا كومي. أنا تحت أمرك يا جمال. وآخر نصيحة هقولها لك بس دي ببلاش، دور في الناس القريبين منك.